الجهاز الفني، الجهاز المعاون لبيتسو موسيماني له دور كبير جدا في اللي بيحصل الحقيقه. واحد من اللاعبين الكبار اللي كانوا موجودين في نادي الاهلي كابتن سامي قمصان متواجد في الجهاز الفني وله دور هام جدا، بما انه المصري الوحيد في الجهاز الفني يعني بعيدا عن الطبي والاداري. فسامي قمصان دايما بيبقى له دور، ودايما بيبقى له دور كويس جدا جدا جدا. خلينا نطلع نشوف كابتن سامي قمصان بيتكلم عن هذه المباراة ازاي، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. قدرنا الحمد لله نعمل شوط اعتقد اللي هو مثالي، يعني الشوط الثاني ممكن يكون اقل شويه من الشوط الاولاني، لكن يعني انا بمثله بالظبط زي ما بتكون انت مثلا في امتحان، انت الترم الاولاني تجيب مثلا 95%، الترم الثاني بيجيب مثلا 90%، فالناس شايفه الفرق دوت اللي هو يعني مش نفس المستوى يعني، لكن اعتقد اللي هو نجاح كبير اللي انت برضو ان انت تبقى عندك شخصيه في الشوط الاولاني تفرضها على فرقه كبيره وعندها لعيبه على اعلى مستوى عندهم انتدابات خصوصا عشان البطوله ديت بارقام كبيره جدا، يعني ان انت تقدم المستوى ده وتكون عندك افضليه. الشوط الثاني الحمد لله برضو تنظيم دفاعي اعتقد لو مميز الحمد لله، اللعيبه ادته، كان عندنا برضو رغم كده يمكن احنا عندنا فرص برضو نفس القصه في الشوط الثاني كنا ممكن نستغلها بشكل افضل، يعني حتى الفرص اللي جت علينا اعتقد مش بالخطوره الكبيره يعني، لكن اعتقد اللي هو كان حاجه طبيعيه ان الفرقه بتلعب خلاص يعني كل في الكل زي ما بيقولوا، واحنا الحمد لله قدرنا برضو نوقف الحمد لله نقاط القوه بتاعتهم الشوط الثاني، واعتقد الحمد لله اللي احنا عدينا بالمباراه ان شاء الله نفكر في مباريات تانية وتحدي كبير وان شاء الله نحقق في نتيجه ايجابيه باذن الله. المباراه الثانيه بقى مباراه بايرن مش اي مباراه وتحدي خاص جدا، بتفكروا في الماتش ده ازاي وهتستعدوا ليه ازاي؟ مباراه كبيره جدا وفرقه طبعا من افضل فرق في اوروبا وفي العالم كله، انت عارف شخصيه اللعيب الالماني مركز جدا على طول عنده تصميم اللي هو ينجح، ويمكن شفنا ادائهم قدام الفرق الكبيره كلها سواء برشلونه سواء كل الفرق اللي لعبوها، يعني مباراه كبيره ودرس بالنسبه لنا اعتقد ان شاء الله هيبقى مفيد جدا، يعني مدرسه جديده تحدي جديد تشوف انت مستواك وصل لحد ايه، لكن اللي انا بقوله ان طموح مشروع لينا ان احنا يكون عندنا هدف ان احنا نكسب، انت برضو انت مش فرقه قليله، انت النادي الاهلي، انت بطل افريقيا، انت الحمد لله اول فرقه اعتقد في افريقيا برضو تلعب اوروبا في بطوله العالم، اعتقد برضو تحدي كبير لينا، ثقه كبيره طبعا ان شاء الله في لعيبتنا ان هي تقدم مباراه كويسه وتعمل اللي عليها، وفي الاول والاخر هي كوره اللي انت تجتهد وتعمل عليك تاخد بالاسباب كلها، اعتقد لو انت عملت كده ان شاء الله ربنا ان شاء الله هيرضينا وان شاء الله نعمل مباراه كبيره باذن الله. ايه اللي هتقولوه للعيبه قبل ده ماتش قوي جدا مع فرقه كبيره قوي 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 زي بايرن، هتقولوا لهم ايه؟ هنقول طبعا والراجل هيتكلم في النقطه دي ويتكلم الراجل ديت ان زي ما انا قلت لك تحدي كبير جدا بالنسبه لنا، مهم جدا ان انت تعرف انت واصل لحد فين، طموحك لحد فين، يمكن لان الطموح ده حاجه كبيره جدا دايما هي اللي بتدفعك للامام، يمكن النهارده بتشوف يعني وجود محمد صلاح ضمن افضل خمس لعيبه في العالم، فلو كنت بتسال صلاح قبل كده كنا استحاله او الناس كانت تبقى مش مستوعبه ازاي لعيب مصري يوصل للمرحله ديت، فاعتقد ان ده طموح مشروع للاعبتنا اللي هي توصل ان شاء الله لابعد بعد مكان اللي هي تحقق نتيجه ايجابيه وتحقق حلم كبير لينا مش لمصر بس ولا النادي الاهلي، لقاره كبيره جدا زي قاره افريقيا اللي هي قادره اللي هي توصل لابعد حاجه، وده حق مشروع يعني حق مشروع انا بشوفه لينا وللاعبتنا وجهازنا وادارتنا، اتمنى ان شاء الله اللي احنا نحققه او نسعى عليه ان شاء الله. طيب ده كان كلام كابتن سامي قمصان، واحد من الناس اللي ليها دور هام جدا زي ما قلت لحضراتكم، بيتسو موسيماني من المديرين الفنيين اللي بيعتمدوا الحقيقه على جهازهم الفني بالكامل، دايما بيتكلم مع المساعد الجنوب افريقي اللي معاه وبيتكلم مع كابتن سامي، بيتكلم مع كل الناس، ومن الواضح ان هو بياخد رايهم وبياخد اختياراتهم. طيب